النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، هو حبيب رب العالمين، سيد ولد آدم، هو المبلغ عن الله عز وجل، يقول: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ليس لك من هذه الصلاة إلا ما عقلت منها. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة ميزان، ميزان لأعمالك. إذا فعلت هذا العمل، إن كنت تستطيع أن تصلي بعده صلاة صحيحة تقبل بها على الله عز وجل، فهذا دليل أن هذا العمل صحيح. أما إذا أوقعك هذا العمل في حالة خجل، وصار هذا العمل حجابا بينك وبين الله عز وجل، هذا دليل أن صلاتك، أن هذا العمل لا يرضي الله عز وجل. الصلاة ميزان، فمن وفى استوفى، من وفى الاستقامة حقها استوفى من الصلاة ثمارها. الصلاة ميزان، فمن وفى استوفى، وفها حقها تستوفي ثمراتها، وفها حقها تستوفي ما أعد الله للمصلين من نعيم مقيم. شيء آخر، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حضرته الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، لعظم هذا اللقاء. أنت على موعد مع الله عز وجل، أنت على موعد مع خالق الكون، وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه إطلاقا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال، ولسان حال بعض المصلين: أرحنا منها. صليت؟ الحمد لله ارتحنا، ارتحنا أنه أصلينا. يجب أن ترتاح في الصلاة لا أن ترتاح منها. شيء آخر، لو يعلم المصلي من يناجي من فتل. راقب نفسك وأنت عند عظيم في مكتبه، هل تعبث بسبحة؟ هل تقرأ جريدة؟ هل تقرأ مجلة؟ هل تنظر إلى السقف أو إلى قطع الأساس أو إلى بعض الأشياء؟ هل تخرج دفترا تتلهى به؟ أما إذا كنت عند إنسان تظنه عظيما، كلك التفات إليه، كلك توجه نحوه، تجلس في غاية الأدب، في غاية الإصغاء، في غاية الاهتمام. إذا كنت مع من تظنه عظيما هكذا، فكيف إذا كنت مع ملك الملوك ومالك الملوك؟ لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المصلي من يناجي من فتل. لا يلتفت لشيء آخر، لو يعلم من يناجي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلاة نور، نور. إذا صليت صلاة كما أراد الله، إذا صليت الصلاة التي أمر بها رسول الله، إذا صليت الصلاة التي وصفت في القرآن الكريم، ألقى الله في قلبك نورا، فرقت به بين الحق والباطل، رأيت الخير خيرا والشر شرا. هل تصدقون أن كل المآسي التي يعانيها الإنسان هي بسبب خطأ في رؤيته؟ يرى أن كسب هذا المال مغنم كبير، يكسبه حراما فيذيقه الله ألوان العقاب. ألوان العقاب سببها كسب هذا المال، وكسب هذا المال سببه خطأ في الرؤية. إذن أعمالك كلها أيها الأخ الكريم أساسها رؤية، إما أن تكون هذه الرؤية صحيحة وإما أن تكون غير صحيحة. إن كانت صحيحة وفقت وسعدت، وإن لم تكن صحيحة دفعت الثمن باهظا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، نور يقذفه الله في قلبك. ولا يعرف هذه المعاني إلا من اتصل قلبه بالله عز وجل، إلا من شعر أن الله جل في علاه مع كل مؤمن، وإذا تجلى على المؤمن أسعده سعادة لا توصف. الصلاة نور،
وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة طهور، مصلي إذا طاهر من الحسد، طاهر من الغش، طاهر من الكبر، طاهر من البعد عن الله، طاهر من الأثرة، طاهر من الحقد، طاهر من الضغينة، طاهر من الكبر. أبدا، الصلاة طهور، والصلاة نور، والصلاة حبور، أرحنا بها يا بلال. ولو يعلم المصلي من يناجي ما التفت أو من فتل، كما ورد في الحديث. والصلاة معراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. والصلاة ميزان، فمن وفى استوفى. والصلاة قرب، واسجد واقترب. والصلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري. والصلاة وعي، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا الذي لا يعلم ما يقال حكمه حكم السكران، الذي يصلي ولا يعلم ما قال في الصلاة، ولا يقف على مدلولات الآيات في الصلاة، حكمه حكم السكران في الصلاة. وكل مصائب المسلمين منطوية في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والآباء الذين يحرصون حرصا لا حدود له على تقدم أبنائهم في الدراسة وعلى مذاكراتهم وعلى علاماتهم في المذاكرات، يعطونهم الجوائز إذا تفوقوا، ويعنفونهم إذا تقصروا، ويهملون أمرهم بالصلاة، مخالفين بهذا الأمر قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أين هم من كتابهم، من تطبيق دينهم؟ وقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لا بد من أن يكون لك صلة بين الصلاتين، وهذا مضمون قول الله عز وجل: والذين هم على صلاتهم دائمون. أيها الإخوة الأكارم، آية اليوم: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. غض البصر من إقامة الصلاة، ضبط اللسان من إقامة الصلاة. تغتاب المسلمين وتزعم أنك مسلم مؤمن تصلي، ما قيمة هذه الصلاة؟ قم فصلي إنك لم تصلي. من إقامة الصلاة ضبط اللسان، من إقامة الصلاة ضبط العين، من إقامة الصلاة ضبط الأذن عن سماع ما لا يرضي الله عز وجل. من استمع إلى صوت قينة أي مغنية صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. قيل: وما الآنك؟ قال: الرصاص المذاب. ضبط اللسان عن الغيبة والنميمة والسخرية والاحتقار والبهتان والإيقاع بين المسلمين والتحريش بين المؤمنين. ضبط العين عن عورات المسلمين، ضبط الأذن عن سماع الغناء، ضبط الفكر عن خواطر لا ترضي الله عز وجل، ضبط اليد عن أن تبطش، ضبط الرجل عن أن تسعى إلى ما لا يرضي الله عز وجل. هذا كله من إقامة الصلاة، تحرير الدخل من إقامة الصلاة، التواضع من إقامة الصلاة، الزهد من إقامة الصلاة. أقم الصلاة يعني افعل أفعالا كثيرة جدا كلها حول محور واحد، وهو حسن العلاقة مع الله، حتى إذا وقفت كي تصلي رأيت الطريق سالكا إلى الله. أي أقم الصلاة، أقم الصلاة. يعني قد نفهم هذا الأمر فهما ساذجا جدا. أخي أقم الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا من إقامة الصلاة. أما إقامة الصلاة التي أرادها الله عز وجل بضبط كل جوارحك وضبط كل حركاتك وسكناتك وعلاقاتك وفق منهج الله عز وجل، ما من شعور يشعره المصلي وقد وقف بين يدي الله عز وجل من أنه على منهج ربه، مطيع لله عز وجل في كل شؤون حياته. هذا الشعور هو الذي يعينك على الصلاة.
شعورك أنك على طاعة الله وفق منهج الله وفق أمر الله، هذا الشعور الذي يعين على الصلاة. إذن هذا معنى قول الله عز وجل وأقم الصلاة. قال إن الصلاة، هذه الألف واللام في الصلاة ماذا تعرب؟ يعني إن الصلاة المعهودة، إن الصلاة التي أرادها الله عز وجل، إن الصلاة التي تنجو بها، إن الصلاة التي تجعلك على صلة مع الله حقيقية، هذه الصلاة. لماذا قال الله عز وجل ذلك؟ بأنهم كفروا بالله ورسوله، كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. معناها في صلاة ما أرادها الله، كذب وصلى، غش وصلى، احتيال وصلى، ظلم وصلى، كبر وصلى. هذه الصلاة التي معها الكبر والغش والحسد والضغينة والحقد والاستعلاء وكسب المال الحرام، هذه ليست الصلاة. لهذا ورد في الحديث القدسي ليس كل مصل يصلي، ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. هل عرفت من تصلي له؟ هل عرفت من تقف بين يديه؟ هل عرفت من تقول له الله أكبر، سمع الله لمن حمده؟ هل عرفت من تقول له سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى؟ ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي. استقامة، تعظيم واستقامة. ولم يصر على معصيتي، توبة تلو توبة، توبة تلو توبة، كلما وقعت في مخالفة تبادر إلى التوبة. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع، بذل، وكفى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب. كل ذلك لي إخلاصا. دخلنا موضوع جديد، كف الجوارح عن الشهوات المحرمة من إقامة الصلاة، والبذل والتضحية وإنفاق المال وتقديم الخدمات وتقديم الخبرات ومعاونة المؤمنين وغير المؤمنين ورعاية اليتامى والأرامل وإنفاق المال، هذا أيضا من إقامة الصلاة. إقامة الصلاة بالكف عن المحارم وبالبذل، كف وبذل، الكف سلبي والبذل إيجابي. إذن حينما قال الله عز وجل أقم الصلاة، أنت إذا أردت أن تلقى إنسانا تحرص على لقائه المثمر، قد تقدم له هدية، هديتك إلى الله عز وجل خدمة عباده. والدليل، هذا الدليل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. كيف تحتال كي تصل إلى قلب هذا الإنسان بهدية تذيب الضغن من قلبه؟ كيف تحتال إلى كسب ود هذا الإنسان لتقديم خدمة لأحد أولاده؟ كذلك إذا أردت أن تعقد مع الله صلة، إذا أردت أن تتصل به، أن تنعم بقربه، أن يتجلى الله عليك، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قضية واضحة جدا، قضية مبذولة لكل الناس. كل إنسان إذا أراد أن يلقى الله عز وجل لقاء في أثناء الصلاة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، عمل صالح بنية عالية. إذا ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب. كل ذلك لي إخلاصا. عظم الله وأتمر بأمره وتاب من ذنبه وبذل وضحى مخلصا
وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلما. أخلاق الجاهلية، التعسف، الظلم، الكبر، الحقد، هذه أصبحت مكارم أخلاق، هذه علامة المصلي. المصلي يجب أن تحبه، لا بد من أن تحبه، لا بد من أن تذوب به وجدا، لأنه كامل. إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا، إذا أحب الله عبدا في أثناء الصلاة منحه خلقا حسنا. على أن أجعل الجهالة له حلما والظلمة نورا، يدعوني فألبيه. والظلمة نورا، كان في عمى فأصبح على بصيرة، كان في جهالة فأصبح على علم. يدعوني فألبيه، اقترب قليلا، ويسألني فأعطيه، ويقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة التي أمرها الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء ما قبح فعله وقوله. تعريف الفحشاء في اللغة: الشيء الذي عظم قبحه فعلا وقولا، في قول فاحش وفي عمل فاحش. والمنكر كل شيء أنكرته العقول السليمة. المنكر ما أنكرته العقول، والفحشاء والفحشاء ما عظم قبحه كلاما أو فعلا. من أولى مكاسب الصلاة، من أولى ثمار الصلاة، من أولى نتائج الصلاة، من أولى مكتسبات الصلاة أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. يصلي إذا لسانه منضبط. هنا في دقة، في معنى دقيق. أنت قد تنضبط خارجيا، يعني مثلا لو أن إنسان يحب الغناء وسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغناء، عن سماع الغناء، كف عن سماع الغناء، حينما يكف عن سماع الغناء انضبط خارجيا. لو أنه ركب مركبة وأطلق فيها المذياع على أغنية كان يحبها وتجاوبت نفسه مع هذه الأغنية، ما الذي يقال في هذا المقام؟ يقال إنه انضبط خارجيا لكن نفسه بقيت متعلقة بهذا الماضي الذي عاشه. ولكن المصلي إذا صلى صلاة صحيحة بعد حين، بعد وقت، يطهر من الداخل. المؤمن في أول طريق الإيمان يشتهي المعاصي ولا يفعلها، ولكن بعد مرحلة من الزمن يمقت المعاصي ويكرهها. ففي تطور. هي من آثار الصلاة. أنت إذا فكرت أن الله أمر بكذا ونهى عن كذا، قضية سهلة. إذا لا أفعل هذا الأمر، يا ترى لا تفعله وأنت مشتاق إليه، لا تفعله وأنت متمن أن تفعله، لا تفعله وأنت تغبط من يفعله، هذه مرتبة. أما إذا أتل ما أوحي إليك من الكتاب، الله عز وجل نهى عن الغيبة، نهى عن النميمة، نهى عن الربا، نهى عن أشياء كثيرة، لكنك إذا اتصلت بالله عز وجل فهناك شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ أن الصلاة تنتهي من أن النفس الإنسانية تنتهي من داخلها الآن، لا تحب الفحشة، لا تحب هذه المعصية. يعني لو نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لو أتيح لك أن تفعل هذه المعصية ولم تحاسب عليها لتفعلها. هذه من ثمرات الصلاة. نفسك تعافو الرذيلة، تعافو المعصية، تعافو المنكر. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحالة فقال:
قال في هذا المعنى أن المؤمن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. من علامة صحة الإيمان أن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم عليك بنعمة الإيمان وانتقلت من حال إلى حال لا شيء يزعجك وينقتك ويحز في نفسك كأن تذكر حياة الجاهلية، كيف كنت متفلتا، كيف كنت غير منضبط لا في أقوالك ولا في أفعالك ولا في شهواتك. لذلك علامة المصلي أن نفسه تتهذب من داخلها. لذلك كل حضارة الغرب قائمة على الردع الخارجي، وعظمة حضارة الدين أنها قائمة على الوازع الداخلي. وشتان بين إنسان يرتدع تحت سطوة السلاح، يعني مثل بسيط، في بعض مدن أمريكا انقطعت الكهرباء قبل عدة أعوام، في ليلة واحدة تمت 200,000 سرقة. ما دام هناك ضبط خارجي وكاميرات تلفزيونية وحسابات دقيقة وأجهزة إنذار مبكر وطرق مراقبة كلها بالرادار، هناك انضباط. حضارة الغرب كلها قائمة على الردع الخارجي، وحضارة الدين قائمة على الوازع الداخلي. قال له بعني هذه الشاة. قال له ليست لي. قال له قل لصاحبها ماتت. شو صار؟ صعبت لها شيء كذبة يعني. قال له ليست لي. قال له قل له ماتت. قال له ليست لي. قال له قل له أكلها الذئب يا أخي. قال له ليست لي. قال له خذ ثمنها. قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، أنا في أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. والله الذي لا إله إلا هو، من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله، كل أعماله بلا جدوى. ركعتان من ورع خير من 1,000 ركعة من مخلط. حضارة الغرب قائمة على الرادع الخارجي. الانضباط السلوكي هناك بسبب أجهزة بالغة الدقة. لو أن إنسان تجاوز السرعة المقررة التقطت لسيارته صورة مع لوحته الخلفية ودفعت ثمن الباهظ جزاء هذه المخالفة. إذن لا خير في حضارة قائمة على الردع الخارجي، ونعم حضارة قائمة على الوازع الداخلي. كلما ارتقينا، كلما انتهينا من داخلنا لا من خارجنا، من دون رقابة. المؤمن لا يستطيع أن يأكل قرشا من حرام، لو قطعته إربا إربا لا تقدر. لك أين الله؟ لا بقدر. ليس في إمكانه أن يكذب إطلاقا. لذلك أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية من الآيات الدقيقة جدا. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة التي أرادها الله، التي شرعت، التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، التي صلاها أصحاب النبي، صلوها ففتحوا العالم، ملكوا ما بين الخافقين، رفرفت راياتهم في مشارق الأرض ومغاربها، رفع الله ذكرهم، مكنهم في الأرض، استخلفهم في الأرض، مكن لهم دينهم، أبدلهم من بعد خوفهم أمنا. هذه الصلاة التي شرعها الله عز وجل. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.